الغربة الغربة بس في أولها لما بتبقى مثلا في بلد لسه ما تعرفش حد. من ساعة معرفته وهو مش زعلان. أنت زعلان ليه من المغاربة؟ مبدئيا الناس أو بعض الناس اللي بيقولوا إن إحنا طالعين نتريق على الدرجة المغربية، أنتوا يبقى أنتوا معرفتونيش، تمام؟ دي أول حاجة. تاني حاجة، الناس كتير فهمت الموضوع وضحكت، وحاشة اللي يتريق على المغربي أو المملكة المغربية. تالت حاجة، أنا أول مرة أعمل فيديو والمفروض أنت تطلع عادي معايا، أنا معرفش أنت ليه حشمان ومش عايز تطلع معايا. لا يا عم أنا ما شل بس إيدك من على المايك كده شوية. أيوة. لا يا بيه أنا... أيوة أنت عارف أنا ما يا جماعة الراجل ده أنا من ساعة معرفته وهو مش زعلان. أنت زعلان ليه من المغاربة؟ يا عم أنا مش زعلان يا عم، أنت هتزعلني. والله ما زعلان يا عم، الناس زي العسل والله. طب قول لي، طيب ايه اللي ضايقك طيب في البدايه؟ لان الناس بص شافوا الفيديو الاول، انا هفهمك حاجه، وبعض الناس طلبوا مني ان انت تطلع معايا، فانت مش عايز، هو مش عايز يا جدعان. لا والله بص يا جماعه، انا هفهمك حاجه. الغربه بس في اولها لما بتبقى مثلا في بلد لسه ما تعرفش حد، تمام، اللهجه صعبه شويه، الكلام ده كله تقيله. ايوه. لا بالنسبه لي الصراحه كانت صعبه شويه. واخا سيدي اتفضل، فاهمني؟ فده مثلا دي كانت مواقف كوميديه عدت عليا بس مش اكتر. فبحكي فيها مع صاحب سدان، هو قال لي طب مصوره نشوف رياكشنات الناس بس مش اكتر يعني. يا رب الناس، بعض الناس تفهم. انا عارف ان اغلبيه الناس عندي فاهمه، لكن بعض الناس، في ناس مسمومه كده لازم تطلع بالكومنت. فنسيبنا من الكلام ده كله، انت قلت لي ان في حاجه تانيه عايز تقولها وما لحقتش تقولها، ممكن تسمع عنها وحات امك؟ لا يعني هي كانت كلمه اللي هي في لما تبقى راكب المواصلات، ايوه، وتقول له بلاصه بلاصه، تقول له شو بلاصه بلاصه ايوه بلاصه على جنب، بلاصه على جنب. فانا بقى ايه، انا لما جيت هنا ما كنتش اعرف حد، ما كنتش اعرف حد خالص فعلا، تمام. فالمهم ايه، كنت عشان وكنت ساكن في حته بعيده، فكنت عشان انزل طبعا كانش في طوموبيل الاول. طبعا كنت بركب التاكسي الكبير. المهم بركب التاكسي الكبير، اللي اعرفه فين هنا، هي منطقتين اعرفهم، الرياض وحسان، المدينه حي الرياض وحسان. طبعا المدينه كانت اسهل حاجه بنزل لها عشان كان تاكسي كبير وبتاع. المهم كنت اركب التاكسي وايه، اسمع كل اللي عايز ينزل، انا مش عارف ايه الكلمه، هو انا سامع ايه؟ قاصه. قاصه. بلاصه. فانا مش عايز اجمع الكلمه. انت عايز تقف بس مش عارف تقول. عايز اجمع الكلمه اللي بتتقال، مش عارف. وبصراحه مش يعني عارف، ببقى محرج برضه، فاهم انت ايه؟ اسال. فانا ايه، قعدت اترجمها في راسي كده، قلت بليس يعني بلاصه، يعني هم بيقولوا مثلا اني بليس. انت حاولت تترجم. انا قلت هم بيقولوها بالانجليزي، هم محورينها بالانجليزي كده، اني بليس. المهم انا عايز انزل فين؟ عند اوتيل ديوان. دي كانت اول ما من عند اوتيل ديوان لحد بقى، انا من ساعتها بقى عمال اقول له اني بليس، وهو الراجل مش معايا مكمل، اقول له اني بليس، الراجل مكمل لحد ما نزلني فين؟ لحد البومبه اللي تحت. يا عيني. والله بس بعد كده بصراحه لما نزلت، فاهم انت ايه؟ يا جماعه خدت بالكم من كلمه نزلت؟ عايز اقول لكم ان احمد اسكندراني، احنا في القاهره بنقول نزلت، اسكندريه يقولوا نزلت، بيحطوا فتحه، نزلت، طلعت، اكلت، شربت، احنا نقول شربت، اكلت كده، هك كمل يا ابني. لا يعني دي حاجه من الحاجات، دي حاجه في المواصلات في المغرب. وفي حاجه ثانيه بقى، دي اللي كانت جميله، يعني انا مثلا ليه واحد صاحبي هنا، ده يعتبر اكتر يعني، ده من الحسيمه، صاحب ده بصراحه اجدع ناس يعني بامانه، والله العظيم ناس عسل، الله يعمرها دار يا عم. جدعان جدا. وسليم صاحبي، يعني انا في فكرتي عن المغرب ما اعرفش ان هم ايه، يعني في كلام يعني لهجة تانية غير الدرجة. درجة تانية. فالمهم انا مع اللهجة دي، هي اللهجة المغربية. أيوة الدرجة بقى. ايوه معاك. تختلف. في بقى يعني بحال الشمال، بحال الجنوب، بحال في الريافة بقى. بحال كذا، تشكالما صاحبي، تشكالما دي كذا. لا لا انا في اللي هو الريافة دي يعني لهجة تانية، يعني كلام تاني خالص. تمام. لغة تانية خالص. المهم ده صاحبي دوت ايه، وشهرين معاه ونخرج وبتاع ومش عارف ايه، وابتديت الى حد ما اتعلم الدارجة المغربية. فالمهم بعدها بشهرين جينا قعدنا فين، في اوليفيري هنا، كان هو وستة اصحابه.
والست قاعدين لقيت كلام تاني خالص غير اللي انت حاولت تعلمه والله العظيم ومكسوف والله مكسوف فعلا اقول لهم. وهي اللهجه اسمها دي الدرجه اللي هي الشلح الشلح الريفي تحسها الماني منين من الحسيمه تحسها الماني الماني والله انا سمعها والله العظيم جت في ودني ان هي الماني فعلا يعني هي قريبه في السيس في اللي هي الكلام. المهم وقعد معاهم بقالي بتاع ساعه ونص هما بيتكلموا وبتاع مش عارف ايه وانا ايه يا معلم في ميه البطيخ في ميه البطيخ وعمال اضرب خماس في اسداس واقعد افكر اقول يا نهار اسود ده انا حمار ولا ايه لا 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 بيتكلموا كلام تاني خالص ده شرقي لا يا عم ده التاني امازيغي امازيغي اللي هو حسيمه ما اعرفش لهجه تانيه خالص كلام تاني يعني. ايوه هي لو سمعتها فعلا قريبه للالماني فشخ فانا في نص الكلام كده قمت قايل له اصل ليه ما انتوا بتتكلموا ليه الماني مع بعض ما تتكلموا قال لي لا احنا ما بنتكلمش الماني احنا بنتكلم اللي هي شيل والله يا جدعان هو بي 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 بيشرح لكم هو ايه اللي حصل له لما نزل المغرب قلت له ايه دي قال لي ما قعد بقى يشرح لي بقى وبتاع مش عارف ايه قلت له يا عم ده انا شكيت في نفسي انا قلت ان انا ما اتعلمتش حاجه يا اما انا في دماغي فيها حاجه انت بتعرف تتكلم الماني لا بس هي سمعاها يا عم انت السمع بتاعها جاء معايا بالماني لان هي والله لو سمعتها فانا هتحس تمام بس بقى كده عرفت بقى ان هنا بقى بدات التعلم هنا بقى ان الجزء بتاع الحسيمه والنادور دوبك يعني دي لغه تانية ومعظم النادور يقول لك كلشي مليح يعني بص ليهم كلمات كده لا مش كلمات لا كلام تاني خالص درجه وفي زربه بسيطه بس قسما بالله اطيب ناس اللغه بتاعتهم مختلفه على فكره انا بقول الكلام ده لاي حد مش عشانكم معلش مع احترامي ليكم ده اللي انا شفته وتعاملت مع اهل النادور الله يعمرها دار كمل يا صاحبي في حاجه انت لسه قايلها لي دلوقتي بتاعت الديسير بتاعت الفاكهه طبعا انت اتعلمت الديسير طبعا اتزولت في بعد ايه طبعا ما ديسير اسمع بقى ما هو الراجل يقول لي ايه اللي الديسير فانا ايه مطنش ولا كاني سمعت حاجه مش عايز افهمه بقى ان انا بقى ايه بقى ملاحه خالص كده مش ملاحه المهم ايه هو يقول لي ديسير وانا ايه دخلت على الفاكهه وهو ايه الراجل يبص لي يقول لي ديسير وانا مش هنا مش معاه المهم ايه لقيت تفاح عايز اقول لكم الناس قاعده حوالينا بتضحك علينا والله تفاح موز الكلام ده كله زي البنان ايوه البنان ماشي شطور جيت على الخوخ بقى جيت على الخوخ انا بحب الخوخ ولع الدنيا المهم ايه لقيت كده ايه خوخ بس هو مش خوخ خوخ في نفسه هو عامل نفسه خوخ فاهم تحس ان حد ضغط عليه فاهم انت كده ايه لحد ما هيطق من جنابه هينفجر من فاهم وبعدين المهم ايه فبقول له خوخ قال لي لا قلت له ايه قال لي ما قلت له امال ايه انا قلت هفكر بقى ايه نفس يعني اسمه مختلف قال لي الخوخ اهو ببص لقيت فعلا في خوخ طب اقول له يا عم امال ايه يعني ده مثلا ايه ده ما كملش نموه مثلا ولا ايه مش فاهم المهم قال لي لا دي شهديه اهي المهم جبت خوخ شهديه جبت خوخ وجبت نص كيلو بتاع دوت قلت اجربه بصراحه انا كريم مش كرم لا انا لا كرم لا مش لا كريم لا, لا لا بصراحه اجمد بكتير من الخوخ من ساعتها بقت مدمن عليه والله العظيم انت في حاجه حصلت لك في نوع بطيخ في نوع البطيخ والله ما احنا البطيخ عندنا اللي هو البطيخ في مصر البطيخ اللي هو الدلاع ايوه فانا قلت له ايه عايز ايه بطيخه كده زوينه كده وهي كنت حافظ كلمه واحده بغيت اكل السكر اي حد يقول له حاجه في الفاكهه اقول له بغيت ناكل السكر ماشي فايه المهم لقيت دوت رايح على الشمام اللي هو كان اللي هو يا جماعه احنا بنقول عليه شمام وعمال ينقلي في وانا ابص له اقول له ايه يا عم انا عايز بطيخ وهو يبص لي ويكمل والله عايز اقول لك عشان تحمق وايه وانا اقول له يا عم انا عايز بطيخ المهم الراجل اتعصب في الاخر قال لي هو ده البطيخ ايوه قلت له لا انا عايز من ده قال له ده لا قلت له لا ارجع لي بقى كده تاني بقى اقفش قلت له ارجع لي تاني كده ايه قال لي الدلاع قلت له لا تعالى بقى ايه انت تعرف اسم الدلاع في الخليج او في السعوديه ايه لا معرفش حب
لا ما اعرفش صراحه. اسمه حبحب والله. انا دخلت قلت له عايز بطيخه. حبحب. قلت له ايه؟ لا حبحب. لا والجلبانه. الجلبانه تحيات الاهل السعوديه. الجلبانه الجلبانه كنت بتلخبط. الجلبانه اللي هي البسله. اه كنت قعدت اقول لهم جلابه. جلابه ايس كريم جلابه. والله ما انا بقى الكلام اصلا في الاول كان صعب عليا شويه فاهم انت، وبعدين الواحد لسه كان عارف بياخد على البلد وبتاعه، وفي حاجه وفي 50 حاجه شغله دماغه، فعبال ما الحاجات دي كانت بتلزق في الراس. مستجد يا جدعان، مستجد اقسم بالله. اه عبال ما الحاجات دي كانت بتلزق في الراس كنت باخد. طب وحياة امك انت. انا اليوم اللي انا صورت معاه اول فيديو يا جماعه كان بيدور على ركنه، فانت قلت لي كلمه بتاعت الركنه بس في الفرنش، قلت لي بلاتي ايه؟ استاسوني. 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 اقول لكم على موقف حصل قدامي بقى. احمد كنت واقف انا وهو وواحد صاحبي تاني بيكلمني على واحد، فبيقول لي عليه مسكين. فراح احمد انا صاحبي بقى ردد عليه قال له ايه بقى؟ تخيلوا انت قلت له ايه يا احمد؟ لا هو هنا. ايوه انت لما اتكلمت انا وواحد صاحبي على واحد صاحبنا وقلنا وصاحبي ده المغربي قال عليه مسكين. لا هو قال درويش. درويش. قال درويش مش مسكين. قال درويش. فانت رديت ايه؟ قلت انا بقى ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هو ما يعرفش معنى كلمه درويش. هو كلمه درويش عندنا يا جماعه يعني ربنا يشفي كل مريض يكون مثلا دماغه خفيفه شويه يعني حاجه كده منه لربنا. لا وفي ده في كلمه تانية بقى دي، كان واحد معايا في الشغل قال لي ايه ده كويس انك جيت، كنت اول ما برضو كان في اول كده كام شهر، فقال لي انا عايز اخد كونجي بس كل ما اخد كونجي يضربني البرد. فانا ما اعرفش انهي كونجي، انا مفكره اسمه مضاد حيوي. فقلت له خلاص، قلت له والله مفكره اسمي ده، قلت له خلاص خد انتبيوتيك. فقال لي ايه اللي انت بتقوله ده؟ قلت له ما اعرفش. قلت له ما تاخدش كونجي. فقال لي كونجي يعني اجازه. قلت له بجد والله. وربو في لا. فرق ما بين، تعرف الفرق ما بين كونجي وربو؟ لا كونجي بالنسبه اللي انا عارفه ايه ربو دي؟ كونجي اسمه ايه ده؟ اجازه طويله. ربو اللي هو يوم او ويك اند. لا دي اول مره اسمعها دي. اي خد مني بقى انا. لا ده انا بص انا في الفرنش ما عنديش يوم مرحمين. ربو 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 اديني فرنش هديك على طول. دير بالك. في حركه كده انت كنت بتقول لي بيعملوها وما كنتش فاهمها. ايوه ايه ظروفك معاها؟ اللي هي يا جماعه هو هيكلموا لكم على الحركه دي. ايوه هي صح دي كده. ايوه بقى ايه الحركه دي؟ كانت يعني كنت في الشغل انا همثل للناس بما ان احمد مش طالع معايا. انا كنت انا بدخن سيجاره وبتاع. مش لازم تقول يعني كمل. فالمهم ايه؟ لقيت حد بيعمل الحركه دي اللي هي فانا خلصت وفضلت واقف مستني. ابص له يقوم جاي عاملها لي تاني وانا واقف مستني على اساس ان هو بيقول لي استناني او عايزني في حاجه. هو بتاع واحد مستنيه فبيعمل له كده. فضلت مثلا واقف بتاع ساعه الا ثلث بقى بره مثلا مستنيه وبتاع. واحد راح عامل له هكه احمد صاحبي افتكره ان هو بيقول له استناني ثواني يعني، فهو وقف بره مستنيه بتاع حوالي ساعه الا ثلث. ها بس بقى فبعد كده ما قلت له يا عم انا واقف مستنيك بره يا عم انت. قال لي لا انا بقول لك انت بخير. شويه. الحمد لله. انا ما اعرفش بقى بس والله. طب انت ليه ما بتسالش يعني؟ ليه ما سالتش؟ انا الحمد لله يعني انا عديت يعني الحاجات دي وقعت فيها، لكن كنت بسال لان كانت بتبقى حاجه غريبه بالنسبه لي. ف يعني دي مش ما استناني يعني، اكيد مش استناني، اكيد دي فيها حاجه فيها سر. ما اعرفش بقى. فاللي هو يعني مثلا احنا عندنا بدل دي ممكن زي الفل زي الفل تمام هكا هنعمل كده. لكن انا كنت بحب اسال. انت مركز؟ لا انا مش حكايه بسال بس فاهم انت اللي هو ايه بتعلم اهو، وزي ما بتيجي تيجي بقى بنطبش وخلاص. حلو. طيب اخر حاجه قلت لي على حاجه في رمضان حصلت لك. الفطار في رمضان. الفطار في رمضان في هنا في المغرب. انت هو الباشا احنا بننام قبل الفطار، فالمفروض هو قاعد عايش لوحده. ف طبعا انت نمت ومفيش فطار. قلت لا مش طبخ النهارده. ايه انا انزل ايه افطر في اي حته بره. طبعا انا كنت في الاول ساكن ايه في سلا جديده حته بعيده. مفيش بقى يعني غير الرباط شويه يعني. الرباط ممكن تنزل تلاقي ريستوران مثلا تاكل فيها بتاع. علي صوتك شويه بس.
الرباط ممكن تنزل تلاقي اي ريستورانت تاكل فيه تمام. اللي هو الفطار بتاعنا اللي هو ممكن تدبها في الفطار. احنا هنا ما فيش كده. المهم نزلت لقيت يا ابني كله صحرة، مفيش غير واحد بتاع عصير فاتح. وبص لقيت مكتوب فطور، فقلت له في فطور ايه؟ قال لي هو ده اللي كان. المهم لقيت فطور مغربي، فطور فارسي، فطور مش عارف ايه. طبعا انا ما اعرفش الفطور المغربي هنا ايه، فقلت له طب. المهم لقيت مش عارف اغلى فطور كان عامل كام. الفطور هنا مختلف، لقيت حاجه مش عارف ب 35 فطور اديني ده. انا قلت بقى هلاقي بقى، لقيت بيضه ولا مش عارف بيضتين وحريره. هو الكلام ده صحي على فكره، جميل الكلام ده صحي، بس هي الفكره ان هو اكيل. اللي عايز يوصله ان هو راجل اكيل، هو راجل صايم وعايز يفطر. لا لا بس صح. انا هقول لك حاجه، انا حتى دلوقتي خلاص انا متعود برضو على الفطار بتاع المغربي. لا في الفطار برضو لازم افطر اللي هو طريقه المصري اللي هو بدبها في الفطار. بتدب؟ ما هو ده اللي انا بقوله يا ابني. انت نسيت المصري، انا بتكلم مصري برضو دلوقتي. انت نسيت؟ تبارك الله عليك، بارك الله. هو المفروض ان هو راجل صايم، فهو نازل يفطر ان هو هيدب بقى، هياكل هوبر بقى. نزل لقى بيضتين بقى وحريره بس. انا الحاجات دي بالنسبه له مش هتشبعه، فانا بحاول اوصل له الصوره اللي هو بيتكلم فيها يعني. فبقى قعدت بقى ايه، بفطر ومصدوم. مصدوم يا جماعه، اعذروه الراجل عايش لوحده. لا مش مصدوم من الفطار، مصدوم من نفسي وانا يعني اقول لهم ايه والله ابو سيد اللي فطر. عامل زي المثل اللي عندنا، هو انا اصوم وافطر على بصله. هو بالنسبه له اللي هو ايه، انا مستني الفطار عشان اكل والاقي بيضتين بقى وحريره بس. لازم اللحمه ولازم الدجاج والحاجات دي كلها. بس خلاص بعد كده اتعودت وفطرت هنا وتعاملت بقى، بقيت دب اكيد يعني. طبعا صافي خلاص. طبعا خلاص وعرفت وعرفت هنا المطاعم اللي تبقى فاتحه في رمضان اللي هي بتاعت اللي هو تنزل تدبها، اللي هو تطلب بقى المشاوي والحاجات دي كلها. طب ممكن تقول لنا كده قبل ما نقفل الفيديو بس كم كلمه، الكلمات المغربيه اللي عجبتك اللي اتعلمتها انت؟ اللي اتعلمتها لا اتعلمت كتير. زي مطريشه. ايه مطريشه؟ ماشي خضار، ماشي مطريشه. مطريشه ما انا عشان بنزل انا السوق بقى، فخلاص معلم خلاص. المطريشه والجلبانه. جلبانه خزو. وخزو الجلبانه دي قعدت اقول عليها جلابه في الاول. جلابه يا عم خلاص، هتفتحنا الله احرقك. والرفيسه دي برضو من الحاجات اللي لخبطتني شويه. انا بتكلم على كلمات بتلاقيها في الشارع المغربي، مش اكلات او اسماء اكلات. انا معاك، انا معاك. لا ممكن لما اتحط في موقف بقى ممكن بقى، لكن يعني مثلا كلمه زي الركنه اسمها ايه واحد امك؟ استاسوني. عسل. استاسوني دي بلد يا جدعان. استاسوني عسو. مصيبه اقسم بالله. بس تقول كلمه شعب المغرب الحبيب؟ لا الناس جميله والله العظيم، والله فعلا. بتقول كده ولا عشان عايش في البلد وخلاص؟ لا والله. ولا لا والله ابدا، والله فعلا من والله الناس طيبين فعلا والله. انا اتعاملت معاهم يعني فعلا والله. انا حتى في رمضان لما كان ما كنت اول ما جيت ناس ما تعرفنيش صراحه في الحته اللي انا كنت ساكن فيها، والاقيهم والله فعلا والله كانوا بيحزموا عليا. كان في والله كان في ست كبيره يا ابني، كان في ست كبيره والله كانت متبنياني. انا متبنياني نزلتك حطات التموين طبعا. والله كانت متبنياني. والله كل شويه والله كل شويه كتر خيرها اقسم بالله. والله لو ما كانتش تشوفني يومين كانت تخبط عليها تسال. والله لا 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 الناس هنا والله ناس ما شاء الله عليك، بس فعلا طيبين. بص يعني والله فعلا شبهنا احنا برضو المصريين. خلاص اقفل الفيديو طيب بالدرجه المغربيه. هتقفله ازاي ده؟ لا مش هتقفل. اقفل بكلمه بالدرجه المغربيه اللي هو ايه بقى؟ كلمه ايه الدرجه؟ كان بغيكم ايه؟ بزاف. كان يبغيكم بالزاف. ايوه وايه تاني؟ كان حماق عليكم. يا معلم يا معلم. كان معكم مستجد مصري مستجد في المغرب. لو عجبتكم الحكايات اللي هو حكاها، لو عايزينه يطلع معايا في فيديو تاني او تالت اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي ايه رايكم، وقولوا لي ايه رايكم في الكلام اللي احمد قال لي عليه. اشوفكم على خير، سلام عليكم. Sit down.